يعتقد بعض الناس عند الإحرام أنه لا بد من النطق ب اللهم إن حبسني حابس، الاشتراط يا شيخ، ما حكم ذلك؟ الذي يجد من نفسه الحاجة إلى هذا بأن يكون مريضا أو يخاف أن لا يتمكن يدعو بهذا الدعاء، لأن رباعة بنت الزبير عمة الرسول صلى الله عليه وسلم تريد العمرة وهي شاكية يعني مريضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حجي واشترطي. نعم.